بالقدم ورا توصل ناحيه اللاعب داريو فيرون رقم 2 الباك اليمين. مره ثانيه محاوله وانطلاقه منتهى الخطوره خطيره جول. الهدف الاول لمصلحه منتخب فنزويلا. التصويبه حلوه، التصويبه قويه، التصويبه جميله بقدم اللاعب والنجم الكبير خوسيه روندون رقم 23. يحطها فين؟ ده في الشباك على يمين القائم الايمن، على يمين الحارس خوستو فيلار. الهدف جميل بقدم اللاعب المتميز المتالق وهو اللاعب خوسيه روندون رقم 23، واللاعب اللي عمره 22 سنه وشفناه مع منتخب فنزويلا للشباب في مونديال كاس العالم في العام قبل الماضي متالق بصوره كبيره، وادي النهارده بيتالق، وادي النهارده بيسجل هدف اول، فرحه اولى بهدف حتى الان في المباراه. الفاول بقدم توريس، عرضيه ممتازه، الراسيه خطيره جدا، جول، ولكن الحكم جول من اول جول، من اول هدف، هدف التعادل لمنتخب باراغواي. حلوه الهجمه، حلوه العرضيه، حلوه الراسيه، والحارس ريفيجا بيطلع كورته من جوه المرمى، ومتابعه ممتازه بقدم اللاعب الكراس. ادي الاعاده مره ثانيه، بص شوف العرضيه ممتازه والراسيه حلوه، وتعدي مشاهدينا ويطلعوها ويجيبوها مره ثانيه، لعيب ونجوم منتخب باراغواي. وهدف التعادل بقدم اللاعب الكراس. ادي الاعاده، ادي الاعاده، ادي المتابعه، ادي اللمسه، ادي التصويبه، ادي الهدف الجميل، هدف التعادل لمنتخب باراغواي في الدقيقه كام؟ ده في الدقيقه 33. هدف التقدم هنشوف، عرضيه راسيه متابعه خطيره، هوبا تصويبه، هل يا ترى لاعب ونجوم منتخب باراغواي هيقدروا يسجلوا الهدف الثاني وهدف التقدم وكانهم سامعيني ويعملوها ويولعوها، يعملوها ويشعللوها، يعملوها ويجيبوها، يعملوها ويسجلوا الهدف الثاني، هدف التقدم في المباراه. الراسيه والمتابعه والتصويبه والصده والمتابعه الرائعه الممتازه بقدم اللاعب لوكاس ساباريوس مهاجم منتخب باراغواي عشان يسجل الهدف الثاني وهدف